السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وصلنا المحاضرة الماضية إلى في الجرياتريك إلى هذا الشريحة. طبعا كنا تكلمنا عن البيت كريتيريا اللي هو 2019 الابديت 2019. طبعا البيت كريتيريا 2019 الكريتيريا انكلود 30 ميديكيشن او ميديكيشن كلاس تو افويد يعني تو بي افويد نتجنب الاولدر ادلت ان جنرال بشكل عام و40 medication or medication class that should be used with caution سواء او avoided in certain patient with certain disease or condition. اذا ده عام 2019 كريتيريا اللي هو بيت كريتيريا تحتوي على ايش؟ 30 medication or medication class to be avoided in adult و40 medication or medication class تستعمل بالكوشن او avoid in a specific condition. تو كريتيريا كمان اضيفت، تو كريتيريا were added in the response to ايش؟ worsening opioid crisis. طبعا opioid crisis يعني مشكله الابندمج يعني مشكلة الأوبيود كرايس اللي المشاكل اللي تعقب باستعمال الأوبيود اللي هو منها misuse and abuse. اوكي طبعا زي ما حكينا انه كمان تو كريتيريا اضيفت الريسبونس تو worsening opioid crisis، معناه worsening opioid crisis اللي هو مشكلة الأوبيود الكومبليكيشن اوف أوبيود استعمال كمبيوت من بينها misuse وأبيوز والمشاكل اللي ممكن تعقب باستعمال الأوبيود من بينها الأدكتيف شغلات هذه، بحيث انه يقول لك not prescribing لا يصرف الأوبيود مع البنزوديزيبين اضافوها هذه الكريتيريا. كمان ايش مع الجابا بنتينويد اللي هو الجابا بنتين والبريجابلين اللي هو الجابا بنتين والبريجابلين بيشتغل على الامينو مثل الامينو بيتريك اسيد اللي هو جابا امينو بيتريك اسيد. ففي تو كريتيريا كمان اضيفت انه نو بريسكرايبنج الابيوت ما يصرف الابيوت مع الميزوزيتي لانه بيعمل لنا مشاكل الابيوت كرايزي بيعمل لنا مشاكل الابيوت كمان بيزود مشاكل الابيوت من بينها الميسيوز والابيوزر. كمان ايش لا يعطاش الابيوت مع ايش الكابابينتينويد اللي هو الكابابينتينويد اللي جابين راح نتكلم عليها. كمان ذا كريتيريا دروبس في عام 2019 كمان ايش عمل دروبس ازالت 8 ادويه ممكن تاثر على السيجر وكمان ازالت 8 ادويه وقالوا انها ممكن تاثر على انزومينيا اند فاسل جريتر فور سينكوب يعني بعدوها وقالوا انها سم اوف ذيس دراج وير دروبت بيكوز ذا بروبلم المشكله ليس لها علاقه للاستعمال and not unique to older patients. يعني مشكلة بس مش للألدر بيشن الجنرالايزد الكل، وبالتالي بعد 8 أدوية ممكن تأثر على السيجر وجدوها في عام 2015 في البيكريتيريا 2015. كمان حذفوا 8 أدوية من البيكريتيريا 2019 وكانوا يعتبروها أنها بتأثر على الانزيمونيا عند البيكريتيك اللي هو الألدر. كمان فاسد ريت فروسينكوب وجدوا أنها مش يونيك، هذه الأدوية مش يونيك للألدر وبالتالي بعدها عملوها دروب حذفوها. كمان تو were dropped because the two issues of tipidine or bintazine were dropped. ايش معنى dropped؟ يعني بعدها because they are no longer available for instance. هذه الادويه اللي هو tipidine والتكليف والبنتازوسين فبعدها كمان من القائمه. ليش؟ لانها مش متوفره في الولايات المتحده الامريكيه فما لهاش داعي ما ضافوهاش في الليسته في الكريتيريا. طيب لو لاحظنا على سبيل المثال الابيوز تكلمنا عليه قبل شويه، الابيوز وجدوا انه الابيوز اذا اعطيناه مع البنزوديزيبين تمام او مع اللي هو الجابامينتينويد مع الجابامينتينويد الجابين انكريز ريسك اوف ايش اوفر دوز اللي هو مشاكل الابيوز انكريز ريسك اوف سيفير كمان سيديشن ريليت ادفيرس افكت انكلودنج ايش كمان ريسبيرتوري ديبريسنج اند وبالتالي يفضل ايش نو بريسكرايبنج تو افويد. اذا ايش قالوا افويد انكريز البنزوديزيبين انكريز ريسك اوف اوفر دوز اوف يو افويد. اذا ايش الكواليتي اوف ايفيدنس سترونج مودريت هذا سترونج وبالتالي يجب انه ايش افويد. كمان الجابامينتين والبيجابين افويد باستثناء وين ايش ترانزيشن فروم ايث ابيوت ثيرابي تو جابامينتين او بيجابين اذا انت انتقلت من الابيوت للجابامينتين. هذا بالتالي نو الكريتيريا اللي ضافوها انه الابيوز ما يضافش نون بريسكرايبنج الابيوت مع البنزيبين او نون بريسكرايبنج الابيوت مع ايش مع الجابامينتين او بيجابين اللي سميناها قبل شويه ايش اللي هي طيب لو لاحظنا ايش الادويه اللي ريموف وزيلت فروم ايش كريتيريا؟ نتكلم على اول حاجه الادويه اللي وزيلت كريتيريا. اتش 2 ريسبتر انتجنوس وير ريموف فروم كريتيريا فور دمنشيا. كانت اول حاجه انه فروم كريتيريا فور دمنشيا انه وزيلت انه كانت بيكوز ذا ايفن ذات ذي هارد بيبل وذ دمنشيا از ويك. وجدوا انه كانوا وجدوا من قبل كانوا يقولوا انه الاتش 2 ريسبتر انتجنوس في الناس اللي اقدر لي ممكن تاثر على الناس اللي عندهم دمنشيا. وبالتالي وجدوا الان انه ويك تاثيرها هي ويك. This drug which relieve gastric bypass can be continued to use at higher ممكن بس نبعدها اذا كان high risk of delirium because of potential for induced or worsening delirium اللي هو حصل هذه يعني اذا كان مش ممكن تعمل
في ريسك هذه يعني ممكن كمان ممكن ايش اسطر. ذا كيموثيرابيتك دراكس كيموثيرابيتك الانتي كانسر كاربو كاربو بلاتين ولا سيسبلاستين وفينكريستين اند سايكلوفوسمات وير ريموف فروم كريتيريا كمان. ليش؟ بيكوز هذه الادويه تعتبر ايش؟ هايلي سبيشاليز سبيشاليز اند اوت سايد سكوب كريتيريا، يعني ما في داعي تدخل كريتيريا لان هذه تشيلها هذه متخصصه اكثر تخصص واصلا المفروض يعملوا ورنينج اثناء الاستعمال تبعها وهي هايلي سبيشاليز دراج فبعدوها من ايش؟ من الكريتيريا. لو لاحظنا هذه الادويه اللي تكلمنا عليها قبل شويه اللي هايلي سبيشاليز اللي هو الكربو بلاتين وسيكلوفوسفامايد وسيكلاستين ولا ايش والفينكريستين، ما لها ذا هايلي سبيشاليز دراج ذات فيل اوت سايد سكوب اوف كريتيريا، يعني ما ايش داعي في ذوق كريتيريا. الفيس اللي تكلمنا عليها قبل شويه قلنا انه نيونيك الادويه ده. يوز طبعا ادويه، طبعا هذه قبل شوي تكلمنا على ادويه اللي هو دروبس فروم اور ريموف، مع ادويه اللي هو يوز وذ كوشن ديكسترو مورفان اند يوكريدين شاد يوز وذ كوشن بسبب ايش الريسك اوف ذا فولس اند ترباك اتراكشن. وبالتالي وجدوا كانت هذه الادويه تعطى ايش؟ وجدوا ان كان شاد يوز وذ كوشن بيكوز هاز بي ليمتد افكاسي في اليفيتنج بيهيفير سيمبتوم اوف دمنشيا ان بيشنت وذاوت سيودو بوبلار افكت سيودو بوبلار افكت اوبشنال انكونتنس اللي هو بعض الحين الايموشن عدم سيطرة على الايموشنال ممكن بعض الحين تكون سادة يعني او تكون بعض الحين يعني ايموشنال انكونتنس بيكوز اتس اس بوتنشالي انكريز ريسك اوف ذا فولس اند ذا انتراكشن. وبالتالي ضرب يستعملها وذ كوشن في الانتراكشن وذا كمان الفولس اللي هو ممكن يعمل لي فولس عند كبار بالسن يعمل لي فراكشر. كمان الريفا روكسابان از تو بي يوز وذ كوشن، طبعا هذا الادويه كلها وذ كوشن فور فينتر بريزنت بيكوز اوف ايش ريسك اوف جاسترو انستنت بليدنج. وبالتالي اضافوا هذه روكسابان الى ايش الجاتوبان. كمان ترامي تبريم ستراميزول اللي في ريسك اوف هيبركاليميا خصوصا مع الايس والابس خصوصا اذا كان في مشكله هذيك. كمان بدو انها ممكن تعمل ديكريت كارني فاكشن كمان و ار ريسيف انجيوتنسين كاباتيك انزيم و انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. اذا ترامي تبريم ستراميزول ممكن تعمل لي مشكله تزود لي ريسك اوف كارني فاكشن اللي تعمل لي ديتوريش او مشكله او تعمل لي مشكله تفاقم لمشكله الكدني. كمان وجدوا انها كمان بتعمل لي هيبركاليميا اذا استعملت مع الايس او الايش او الهابس. كمان وجدوا ايش هذا الريفو الجدول هذا اللي هو بتاع الاي جي سي 2019 اللي هو الامريكان كاسترو ليجيكال سوسايتي ريفاروكسابان تكلمنا عنه انه يعمل انكريز ريسك اوف بليدنج بالتالي يعمل انكريز ريسك اوف سيريس بليدنج كومبير وذ اذر انتي كوغولان. كمان ديكسترو مورفان كنيدين قلنا انه يسبب انكريز ريسك اوف ايه of fall under the interaction وترين تبين 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 كمان انه تبين 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 ممكن يزود لي مشكلة الكدني فاكشن يعني كدني دامج ممكن يزود لي مشكلة كمان كدني ايش كمان كربامازيبين المرتازيبين اند الكربامازيبين والتكريتول والمرتازيبين والبسكاربازين اند سيرتونين والنور ابيفرين والري اوبتيك انهبيتور نور ابيفرين ري اوبتيك انهبيتور والسلكت سيرتين ري اوبتيك انهبيتور والترايسلكت اند ترامادول. ايش يقولون شد بيوز اوف كوشن بيكوز دي ايش اكزازرفيت او كوز واتس نون اي سيندروم اوف انيبريت انتي بيوتيك هرمون سيرتشن الصوديوم ليفل شد بي مونيتور كلوزلي وين يوزينج ذيس دراكس. هذا اللي خصوصا عند الناس اللي هم ديابيتك انسبيد جاست بالتالي يعتبروا ايش وذ كوشن. كمان اسبرين كان من قبل انه يعتبر اعطاه كوشن في اللي عمره اكثر من 80 سنه از برايمري بريفنشن بس نزلوا العمر قدو انه الاكثر بليدنج تندنسي او البليدنج ريسك ممكن يحصل اللي عمرهم من 70. يوز وذ كوشن فور برايمري بروتكشن اجينست كارديفاسكولار ديزيز او المرضى عندهم كولوركتر كانسر اند بيشنت اولدر ذان 70 يير كان من قبل على 80 الان نزلوا بيكوز يو داتا شو ذات ايج ات وش ذا ريسك بليدنج از ايفيكت هاز فور. يعني كان اول حاجه فكروا ان الريسك ممكن البريدنج زاد من 80 بس وجدوا ان الريسك اكثر شيء يبدا من 70 ويقل لما يوصل من 80 ثم يفاوت ثم بس اقل. فجدوا سيروتونين اند نور ابريفرين ري اوبتيك ان يقدر شد بي بريسكرايب وذ كوشن كمان ريسك بسبب الفولينج او سستيننج فراكشر. اذا سستيننج فراكشر اذا ضروري تصرف مع الريسك اوف بسبب وذ كوشن بسبب الريسك اوف فولينج. يعني لا الفولينج معناته المريض خصوصا الكبار بالسن معناته معرضين للفراكشر معرضين للسقوط معناته الفراكشر خصوصا الفراكشر. لو لاحظنا ارسل نيو ايش لاحظوا كمان في شيء جديد كمان ايش وجدوا انه فور باركنسون ديزيز كانوا في الباركنسون ديزيز ذا جنرال ادفايس تو افويد اول كان من قبل في عام 2000 في اللاست ابديت في عفوا في عام 2015 كان الاساس جنرال ادفايس النصيحه انه افويد اول انتي سيكوتيك دراكس بس الان ايش عملوا اكسبشن
في عام 2019 للكتابين والكلوزابين ان بيمافينسلين. اذا كان من قبل في الناس اللي عندهم باركنسون ديزيز تقريبا الادفايس نصيحه عامه تو افويد اول انتيسوكوس هاز بين ريفايز. ايش حصل انه انتيسوكوس صار لها مراجعه تو اكسبشن استثنوا الكويتيابين والكلوزابين اند بيس بيمافينسلين. فور هارت فيلر كمان المرضى اللي عندهم هارت فيلر يقدروا ايش كمان. طبعا يا شباب بالنسبه للهارت فيلر كمان اللي هو also caution non dihydropyridine and calcium channel blockers should not be used. طبعا هنا ما يمنع استعمال نهائيا, ينصح انه ما يستعمل. For patients with low ejection fraction اللي هو الناس اللي عندهم heart failure, non steroid anti-inflammatory drug كمان ما يعطاش, لان كل هذه ممكن تعمل لي fluid retention بتزود لي symptomatic. COX-2 inhibitor, thiazolidone dions اللي هو ادويه السكر هذا اللي هو sensitizer, كمان adrenidarone هذا يعتبر اللي هو anti-arrhythmia class 3 من anti-arrhythmia class 3. طبعا هو من مجموعه الاميدارون شبيه الاميدارون should be prescribed with caution in the patient who have no symptom of heart failure. طبعا اللي عنده no symptom heart failure يصرف with caution, لكن اللي عندهم symptomatic اللي هم class C و D طبعا المريض او نيويورك heart classification 2 و 3 و 4 مفروض انه ايش ما يستعملش, لكن اللي عندهم asymptomatic اللي هم class A و B بناء على stage ويستعمل ايش وذ كوشن. ماكرولايد استثناء الازيثروميسين, الازيثروميسين ما يعملش ما يشتغلش على ما يعملش دراج انتراكشن مع الورفرين مع السيتيكروم نفس السيتيكروم بتاع الورفرين. ماكرولايد اكسبت الازيثروميسين او السيبروفلكساسين شد بي نوت بي بسكرايب وذ ورفرين بيكوز اوف بليدنج ريسك. هذا في البيدياتري اذا ماكرولايد ينصح باستثناء الازيثروميسين لانه ما يتاثرش بنفس الانزيمات تكون ميتابوليزم انزيم اوف ورفرين. او السيبروفلكساسين شد نوت بي بسكرايب وذ ورفرين بيكوز اوف بليدنج ريسك. سيبروفلكساسين اند ثيوفلين شد نوت بي كمان بريسكرايب بيكوز ايش بيعمل السيبروفلكساسين بيزود الثيوفلين توكسيتي. اذا السيبروفلكساسين اند ثيوفلين طبعا هذا له علاقه بالدراج دراج انتراكشن وبزياده بالايش بيعمل بيعملوا انزيم انهيبيتور مش انزيم ديوسر, وبالتالي بيزود الكونسنتريشن اوف الثيوفلين وبالتالي بيزود توكسيتي اوف الثيوفلين. طبعا لو لاحظنا فور ذا بيشنت وذ ريديوس كيدني فانكشن يوز اوف سيبروفلكساسين ايش بيحصل يا شباب؟ is associated with increased risk of tendon rupture and increased central nervous system effect. بيزود لي ايش السنترال. اذا الناس اللي عندهم reduced مشاكل في الكيدني فاكشن استعمال السيفروكساسين بيقدر لي associated increased risk of tendon rupture اللي هو ضمن الادفرس افكت اوف ايش اوف سيبروفلكساسين and increased central nervous system اللي هو النيوروباثي. طبعا use of trimethoprim سيرموكسيسور لاحظوا انه كمان الترامد اللي هو الباكترين اللي هو السبترين والباكترين بيسترامثوريم سيرموكسيسور is associated with what is associated with ايش worsening renal failure and hyperkalemia. وجدوا انه ممكن يزود مشاكل renal failure وكمان يزود hyperkalemia خصوصا مع وايش كمان تكلمنا قبل شويه بالنسبه للhyperkalemia مع اذا استعمل مع الايس او الابس. The American gastrology اللي هو بيرس كريتيريا ار اسينشال ايفيدنس بيس تول ذات شود بي يوز جايد ضروري نستعمل از جايد تو دراج فور دراج تو افويد ان ايش ان اولدر ادلت. اذا ضروري نستعملها كدليل لاستعمال ادويه في الناس اللي هم الالدرلي اللي هم جريتر ذان او ايكوال تو 65 ييرز اولد. لو لاحظنا يا شباب بالنسبه للسيبروفلكساسين هذا التيبلز وهذا طبعا اخذناه من الجايد لاين عام 2019 اللي هو ابديتد امريكان جرياتيك سوسايتي بيس كريتيريا اللي هو امريكان جرياتيك عفوا سوسايتي بيس عفوا سوسايتي بيس كريتيريا. طيب لو لاحظنا انه السيبروفلكساسين هذا سيبروفلكساسين طبعا increase the coffee CNS effective the osteogenesis confusion and interruption. طبعا ترامثوبرين طبعا الامريكان AGS عفوا اللي هو الامريكان جرياتيك سوسايتي عفوا امريكان جرياتيك سوسايتي. طيب اللي هو طبعا سيبروفلكساسين increase risk of CNS effect ترامثوبرين سيرفانديزور increase risk of worsening of renal function and hyperkalemia. لاحظ انه مودات سترونج الاسترنج ايفيدنس سترونج وبالتالي ايش ينصح ايش those use to treat common infection typically require reduction when critical كناسة كانت راتي مثال لأنه بيحصل increase the concentration of sulfoxacin trimethoprim sulfoxacin فيفضل إنه إذا كان creatinine clearance أقل من 15 إلى أو أقل من 30 بشكل عام اللي هو بستيج كم ستيج 4 ينصح إنه إيش نعمل نقلل concentration نقلل sulfoxacin الدوز. وإذا كان creatinine clearance أقل من 15 بالنسبة للtrimethoprim sulfoxacin إيش نعمل avoid أو stop عفوا avoid use of trimethoprim sulfoxacin. طيب لو لاحظنا اوبتيمال الجايد لاين اوبتيمال ابلكيشن اوف ذا اي جي اس بير الاي جي اس طبعا امريكان جرياتريك سوسايتي عفوا امريكان جرياتريك سوسايتي بيس كريتيريا انفولد ايدنتيفاي بوتنشالي ان ابروبريت ميديكيشن وين ابروبريت اوفرينج سيفر نفرميكال انفرميكال ثيرابي. يعني يفضل انه كجايد
الاوبتيموم يوز اوف ميديكيشن. بالنسبه كلينيشن كلينيشن شود بي فيو ذا كريتيريا از ستارتنج بوينت، كنقطه اساسيه فور اندفجوال بريسكرايبنج على اساس الميديكيشن ريفيو، انشورينج ضمان ذا سيف اند افكتيف يوز اوف ميديكيشن باي اولدر ادلت، الناس اللي هم الجرياتري از ا كورنر ستون اوف ذا هاي كواليتي ميديكال كير. طبعا اكيد الكورنر ستون اساس، خصوصا الناس اللي هم الجرياتري بناء على الاي جي اس اللي الامريكان جرياتريك سوسايتي. الجرياتريك هذا يعتبروهم ناس عندهم كرونيك ديزيز كوموربيديتي، وبالتالي بلو فارماسي، وبالتالي دراج دراج انتر اكشن، وبالتالي كمان التزامهم بالادويه مشاكلهم كثير. اذا يوز اوف ذا اي جي اس اللي هو الامريكان جرياتريك عفوا سوسايتي بيس كريتيريا ويل اند يوز ذم وايزلي، يعني استعملهم كويس واند يوز ذم وايزلي، ايش معنى وايزلي؟ بحكمه. هذا من قال كذا هو الدكتور ستيلمان اند دكتور فيك كونكلود، استنتجوا هذا الشيء انه ضروري انه ايش؟ نستعمل الاي جي اس الامريكان جرياتريك سوسايتي بيج كريتيريا، وخصوصا جديده هي الابديتد. لو لاحظنا فور ذا 2090 ابديت، فور 2090 ابديت اكسبرت بانل اللي هو الخبراء الفريق الخبراء اللي عملوا ابديتد على على الاي جي اس الامريكان جرياتريك سوسايتي ريفيو ايفيدنس ببلش ذان ذا لاست ابديت تو ايفلويت، كم كان عددهم؟ كان 13 ممبرز، العدد حقهم كان 13. The 13 members of the panel were physician, pharmacist, nurse who had participated in في عام 2015. كانوا هم اللي عملوا update في عام 2019. لو لاحظنا study highlights، لو نشي نركز على أهم معلومة بالنسبة معلومات بالنسبة في الأبديت في عام 2019، تلاحظ في أشياء كثيرة. عفوا ممكن study highlights. لا the build criteria اللي هو are designed for use by practicing clinician. The author encourage their application for teaching and measuring quality of the care but not as punitive، يعني ما حد يستعملهم كتوبيخ او كعقاب اذا حصل انه استعمال خاطئ، هي اصلا للتيتشنج تدريس، والاساس منها زياده quality of the care والكواليتي اوف ذا لايف فور ذا بيشنت خصوصا الادرلي بيشنت. ذا اوثر كونكلو اس نولج از ذات ذا دراج اون ذير ليست ار نوت اولويز ان ابروبريت فور ا جيفنج بيشنت. كلينيكال راشونيل كمان شيء، ممكن بعض الاحيان يكون اذا اكسبرتايز يشوفوا انه يفضل يعطى، يمكن ما فيش بديل، يمكن الاكسبرت كمان بعض الاحيان الاكسبرت ممكن تتدخل في الموضوع. مالتي ديسيبلينري تيم اوف 13 اوف 13 هيلث كير بروفايدر اسيست، كم ايش عملوا اللي تكلمنا عليه قبل شويه اللي هم الاعضاء اللي عملوا ابديتنج، عملوا اسمت 377 ارتكلز ببلش بين 2015 2017 تو كريت ذا كرنت ابديت عمل اللي هو 2019 اللي هو 2019. اوكي اتش تو ريسبتر، لو لاحظوا ايش الجديد اللي لاحظوا ممكن نلخصهم اللي قبل كامل. اتش تو ريسبتر انتاجونست وير ريموف زيرو فروم ذا فويد ليست امونج ادلت والدمنشيا او كونتف انفيرمنت، هذه اول حاجه. الشغله الثانيه جيرمن برايد اضيف و واز ايش اد تو ذا ليست اوف سلفونوريا which can increase the risk of severe polymorphic glycemic بروفايد، كان من قبل ما لم يضاف في 2015 لو لاحظ انه لم يضاف انه increase the risk for severe polymorphic glycemic، لكن عام 2019 ضيفوه. سيروتونين ونورابرفين ري اوبتيك انهبيتر were added to the list to drug to avoid among adult with the history of full of fracture اضيفوه. Most antipsychotic medication مالها should be avoided among patients with Parkinson، بس زي ما كان استثناء ايش الاستثناء؟ الكوتيابين والكلوزابين اند بما فينلسرين مالهم بريفيرد سيتنج، هذا الاستثناء هم الثلاثة تكلمنا عليهم قبل شوية. كمان نان دايهيدروبروتين كالسيوم شيل بروكر ايش قلنا عليه؟ should not be used among patients with heart failure خصوصا اللي هم ايش؟ اللي هم سيمبتوماتيك. اذا كان اسيمبتوماتيك اللي هو ستيج اي او بي كوشن في هذه الحالة. نان ستيرويد اند تيمبتوميد دراج and thiazolidine should be used with caution in the case of heart failure خصوصا اللي هو asymptomatic و symptomatic. The age limit for the safe aspirin قلنا لكم انه from 8 الى 70 نزل من 8 الى 70. الريفاروكسابان اضيف الى الدابيكاتر انه ممكن يزود الريسك of gastrointestinal ايش كمان bleeding في الالدرلي. الدكسترو مورفان and the كينيدين قلنا ايش بطلوا يستعملوه في الحالة treatment of behavior symptom of dementia الا اذا كان في ريسك لأنه بيعمل له risk of the first and lung interaction. This recommendation didn't apply. هذا recommendation لا تستعمل في حالة pseudo popular effect اللي هو emotional incontinence. إذا عند المريض emotional incontinence ممكن يعطاه بغض النظر عن هذا الـ recommendation.
كمان لاحظوا انه مالتيبل دراجز شود بي افويدد بيكوز اوف ذير اسوشيت وذ ايش هيبونتريميا سيندروم هيبونتريميا ديوريتيك زي الكربامازيبين ديوريتيك ترامادول اند مالتيبل فورم اوف انتي ديبريسنت. لو لاحظنا كمان الترامتفرين سيرفاندكزول ايش حكينا عنه قبل شويه، ايش قلنا؟ واز سايتد فور اسوشيت ريسك اوف هايبركاليميا، خصوصا اذا اعطيه مع الريني انجيوتكسين انهيبيتر زي الايش زي الايس انهيبيتورز الايس انهيبيتورز وايش كمان والالابس. كمان وجدوا ان الترامتفرين سيرفاندكزول كان بي انكريز ريسك فور فينيتوين توكسيتي and bleeding among patients with H warfarin. كمان في شغلة تانية إنه ترامتفرين سيرفاندكزول الناس اللي عندهم مشكلة في الرينال ممكن H worsening the renal H disease كمان. إذا ترامتفرين سيرفاندكزول was cited for H associated risk for hyperkalemia when used with renal angiotensin زي الACE or ARBs. ترامتفرين سيرفاندكزول can be increased risk for fenytoin toxicity and bleeding among patients treated with warfarin. فاينالي ترايمتبرين، طبعا هذا الترايمتبرين والفينتين لا علاقه يا شباب بالبروتين باوند، الفينتين طبعا اكثر من 90% بروتين باوند لا علاقه والوفرين تمام. فاينالي الترايمتبرين سيرفاندكزول واز اد تو وارنينج تحذير ليست قائمه التحذيرات امونج اولدر ادلت وذ رينال ديسفانكشن، لانه بيعمل وورسنينج ليش للرينال ديسفانكشن الرينال ديسفانكشن. كمان تكلموا حكوا ايش ان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج شود بي افويدد if possible among other adults especially for prolonged period خصوصا for prolonged لانه بيعمل لي ايش مشكلات بيعمل لي بيعمل لي gastro عفوا جي اي تي التريشن. The author لاحظوا انه الاندوميتاسين هو اكثرهم ممكن يعمل لي ايش adverse effect of all on steroid anti inflammatory drugs. سوبر فساسي وجدوا انه ممكن يعمل لي neurological adverse effect اللي هو seizures تكلمنا عليها among other for the reduced infection and it can be promote high risk of tendon rupture among this patient كمان بسبب increase the concentration of ciprofloxacin. اذا ciprofloxacin can be cause neurological adverse effect among adult with reduced renal function and it can be promote كمان higher risk of tendon rupture لل adverse effect of ciprofloxacin خصوصا عند المرضى اللي عندهم مشاكل في الايش في الرينال. clinical implication يا شباب، يعني يا شباب احنا حابين في السلايدات الاخيره نلخص لكم اهم النقاط اللي حكينا عليها في الابديتد في عام 2019 في عام 2019. لو لاحظنا يا شباب clinical implication ابريفيا ستدي، يعني كيف احنا ممكن نستعمل هذا الابديت 2019 او الاي جي عفوا الاي جي اس اللي هو الامريكان كرياتيك سوسايتي. بعض الاحيان انا اتلخبط اقول امريكان جاستروز هو امريكان كرياتيك سوسايتي، ركزوا امريكان كرياتيك سوسايتي اللي هو الجايد لاين والابديت عام 2019. ولاحظنا ابريفيا ستدي فاوند ذات مور ذان هاف اوف اولدر ادلت يوز ات ليست 1 بي اي ام، اشو 1 بي اي ام اللي هو بوتنشالي ان ابروبريت انديكيشن، تخيلوا ذات مور ذان هاف اكثر من نصف الاولدر ادلت يعني اكثر من نص اللي عمرهم اكثر من 65 سنه او 65 سنه ات ليست استعملوا واحد بي اي ام اللي هو بوتنشالي ان ابروبريت ميديكيشن اند بارتيسيبنت وير اكسبوزد تو بي ام ديورينج مور ذان 10 اوف ذا ستدي بيريود. نون ستيرويد وجدوا ان النون ستيرويد انتي انفلامتوري دراج وير ايش ذا موست كومن كلاس اوف بي اي ام اللي هو بوتنشالي ان ابروبريت ميديكيشن يوز فور الادرلي اكوردنج تو وات اي جي اس اللي هو الامريكان كرياتيك سوسايتي. Use of the PIM was independently بشكل مستقل. استعمل الـ IBM هذا استعمل علاج له inappropriate ماله associated with the higher risk of hospitalization. إذا استعمل علاج اللي هو potentially inappropriate medication ويقول لك بشكل independently بشكل مستقل ممكن إيش يعمل لي associated with the higher risk لحاله ممكن يزود الـ risk of hospitalization بالنسبة للإيش للجرياتري. The current update للـ 2P criteria هو يحكي current update اللي هو إيش اللي هو عام 2019 هذا الجديد تمام. include warning regarding جيلمبرايد، بافور جيلمبرايد تكلموا على جيلمبرايد ايش قالوا جيلمبرايد ممكن يزود الريسك اوف هيبوغلاسيميا. ترايمتفرين سيرفاندكزول حكوا عنه بديتيل تكلمنا عليه بشكل سوبر فوساسي بيعمل ريكال ايش ديفيت ريفلوكس بيزود بليدنج. نون ستيرويد انتي انفلامتوري بيزود بيعمل لي مشاكل بالهارت فيلر ممكن يعمل جي اي تي بليدنج. ذير از كلير وارنينج كمان to avoiding dextro morvan kinidine and the treatment of behavior symptom of dementia لانه بيعمل risk of the faults and fracture. اذا لو لاحظ لانه احنا تكلمنا بديتيلينج regarding ايش the updating of PIM اللي هو potentially inappropriate medication according to ايش AGS اللي هو الامريكان كرياتيك سوسايتي 2019. لو لاحظنا implication في هيلث كير تيم هذه من اهم الاشياء المهمه يا شباب لو لاحظنا. طيب اوكي إذا implication استعمال health care team the health care team should proactively reconcile medication for other يعني ضروري إنهم يعملوا medication review. الناس الكبار بالسن يا شباب سواء أدويتهم اللي في البيت يجيبوها أو أدويتهم يستعملوها لأن الكبار بالسن إيش مشكلتهم قلنا chronic disease multiple comorbidity استعملوا أدوية كثيرة
فبالتالي فانت ضروري انك تعمل ريفيجن او عفوا ريفيو لكل الادويه تبعهم على اساس تو اليمينيت اند تو اليمينيت البي اي ام تو اليمينيت البي اي ام اللي هو بوتنشالي ان ابروبريت ميديكيشن اذا بي اي ام اللي هو بوتنشالي ان ابروبريت ميديكيشن هيلث كير بروفيشنال شود بي انجيج ان اكتف كوميونيكيشن شباب ضروري يكون في كوميونيكيشن وذ اتش اوذر and the cross care transition. إيش معنى care transition؟ يعني المريض ينتقل من care من رعاية إلى رعاية. مثلاً يكون بالعناية المركزة يتحول للإيش؟ للقسم الخاص، القسم أو من القسم الامبريتوري الخروج. إذا لما ينتقل ضروري يكون في healthcare professional يشد بيكون active communication with each other يعني مع بعض مع بعض and cross خلال care transition to enable appropriate selection of medication for the elderly. عساس يعرفوا يختاروا العلاج الصحيح. للبيشنت الالدرلي وعشان يتجنبوا ايش يتجنبوا؟ يتجنبوا اللي هو البي اي ام اللي بوتنشالي ان ابروبريت ان جنرال وكمان اللي هو شد بي افويدد تكلمنا ان جنرال وكمان شد بي افويدد ان سبيسيفيك كونديشن او سبيسيفيك ديزيز اللي تكلمنا. اذا احنا قلنا الادويه في المريض بشكل عام الجرياتري اكوردنج تو اي جي اس اللي هو الامريكان جرياتريك سوسايتي انه تنقسم الى ايش؟ الى ميديكيشن او كلاس شد بي افويدد يعني ينصح تتجنب ان جنرال تتجنب يعني بشكل عام سواء عنده مرض اي مرض وفي ادويه ميديكيشن او كلاس اسم ايش مالها كوشن او تعطى او افويدد ان ايش ان سبيسيفيك وذ اس عفوا وذ سبيسيفيك كونديشن او وذ سبيسيفيك ديزيز. اذا احنا نتكلم لما نتكلم على البي اي ام بوتنشلي ان ابروبريت ميديكيشن تنقسم الى قسمين ان جنرال افويدد بشكل عام او افويدد ان سبيسيفيك وذ عفوا وذ سبيسيفيك ديزيز او كونديشن. هذه معلومه مهمه. هيلث كير بروفيشنال يا شباب should be engaged in active communication with each other and the cross care transition to enable appropriate selection of medication. The PACE guidelines هذه guidelines اللي هو عام 2019 الأخير هذا PACE criteria اللي هو American guidelines اللي هو AGS 2019 اللي هو American Geriatric Society. طبعا لو دخلتوا الانترنت أنا قبل شوية ممكن أدخلنا أنتوا الآن الويبسايت الجوجل ورويكم كيف ننزله. The PACE guidelines should be utilized as essential tool يعني كتول اساسيه to identify and improve medication appropriateness and safety. يعطيكم الف الف عافيه. ممكن الان نحن نرجع لل عفوا ممكن يا شباب نحن نرجع ندخل الويب سايت واريكم كيف ننزله. يعني انا نزلته قبل شويه يعني اللي هو الاي جي اس الاخير الامريكا جريات سوسايتي عفوا عادي ممكن تكتبوا ايش بشكل بسيط اي شوف عفوا شباب اي جي اس اللي الامريكا تمام بيرس كريتيريا 2019 ممكن تقول لك بي دي اف ينزل لك بي دي اف هذا شباب انا نزلتها قبل شويه اوكي هذا امريكان جرياتريك سوسايتي 2019 ابديتد اي جي اس بي كريتيريا ابديتد على ايش؟ ايش الاي جي اس بي كريتيريا على عام 2015 ابديتد for potentially inappropriate medication used in older potentially PIM شوفوا potentially احنا قلنا لكم قبل شويه potentially اللي هو potentially inappropriate medication اللي هو PIM used in older. لاحظ انه مقسمين هنا ايش في categories تمام تكلمنا عليها في اللي هو classification table 1 مقسمه في بعدين table 2 طيب يعني مقسمه يعني لو لاحظنا هذا اغلب المحاضره انا ملخصها لكم منها من الجايدلاين هذا بي اي ام بيس اندكادمي فاكشن تكلمت عليها وكمان في اكثر في اشياء كثيره ديس بيتكلم لك على ديسكشن ديتيلينج بيعمل لك ديتيلينج يعني لو لاحظنا انه بيتكلم لك على الجداول على الابديتد والاشياء اللي حصل لها دروب من الجايد لاين 2019-15 والاشياء اللي حصل لها ايضا اللي هو كوشن والاشياء يعني الديتيل اللي تكلمنا عليها قبل شويه هذا الجايد لاين. فممكن يا شباب تدخلوا الويب سايت زي ما حكينا قبل شويه وشو اسمه وتنزلوه بشكل بكل سهولة. إذا يا شباب نرجع ونقول إنه بالنسبة ال اي جي اس الأمريكان جرياتريك سوسايتي 2019 الأبديتد في عليه إضافات إن كومبير وذ ايش اي جي اس الأمريكان جرياتريك سوسايتي 2015 في أشياء ريموف تكلمنا عليها وفي أشياء كوشن أضيفت إلى تيبل يسمى تيبل 4 اللي هو كوشن تيبل 4 كوشن وطبعا لخصتها لكم انا بطريقتين تكلمنا عليها بشكل عام اللي هو الدروب والكوشن بشكل عام بعدين ضفت لكم اياها بالليست كامله اللي هو بالعدد تاعكم. طبعا يهمنا انه استعمال هذه الادويه عفوا هذا الجايد لاين
انه اورنس اثناء مراجعه عمل ريفيو لادويه الكبريات الكبار بالسن على اساس نتجنب قدر المستطاع افويد يوز ذس ميديكيشن فور جرياتريك. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله المحاضره الجايه ندخل موضوع توبك جديد ان شاء الله بديه.